هذا اللقاء اللي ياتي في يعني في سلسله من اللقاءات والندوات التي نظمتها الشبيبه التجمعيه للحزب وكذلك مجموعه من المنظمات الموازيه للحزب باسمي وباسم جميع اعضاء المجلس الجامعي من رفت. ارحب بالسيد نائب رئيس الجهاد كريم والنون، السيدات عضوات اعضاء المجلس الجهوي الميم، وكذلك الساده رؤساء الجامعات الترابيه، وكذلك السيدات والساده منتخبي، كذلك السيدات والساده مناضلي الحزب. وكذلك ارحب بالحضور الكريم في هذا اللقاء ان شاء الله الذي سنحاول من خلاله يعني مقاربه ومعالجه ونقاش هذا الموضوع المهم المتعلق بالجامعات الترابيه واكراهات التدبير وتطلعات المواطنين. معيقات التنميه على مستوى الجامعات الترابيه، شنو الاكراهات، شنو المعيقات التي تعيق التنميه اللي هي الهدف ديال التواجد ديال الجامعه الترابيه ديال الاداره العموميه ديال الدوله في حد ذاتها؟ كما تعلمون الحضور السيدات السادة الكرام أن تشعب مهام الدولة، الدولة عندها واحد المهام كثيرة ومتشعبة، عندها مسؤوليات كثيرة. هذه الكثرة وهذا التشعب أدى إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة ديال الدولة لواحد الوحدات إدارية ترابية تعتمد التمثيلية عبر آلية الانتخاب. الدولة خلات واحد الجزء ديال الوظيفة ديالها أن هذه الجماعات الترابية، هذه الوحدات الإدارية اللي هي الجماعات الترابية بصفة عامة اللي فيها الجهات العاملة الأقاليم، اللي بحيث ترك هذا الجزء من الوظيفة ديال الدولة لهذه الوحدات الإدارية بحيث الممثلين ديال السكان، المنتخبون الممثلين ديال السكان عندهم واحد مجموعة الصلاحيات وواحد مجموعة الاختصاصات موسعة في جميع المجالات اللي الهدف ديال هذه الصلاحيات هذه الاختصاصات هو تحقيق التنمية. الهدف ديال هذا الشيء كله هو تحقيق التنمية، وربما هذا الشيء الأصل ديالو في الفصل 139 في الدستور يقول أن الهدف ديال المجالس الترابية بصفة عامة الجهات العاملة الأقاليم هو يسهلوا المأموريات للمواطنات والمواطنين يشاركوا في الوضع ديال البرامج التنمية في الجماعة ديالهم والتتبع ديالها وتحقيق ديالها. هذا الفصل التاسع 139 ديال الدستور يدفعنا إلى التساؤل حول حدود دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية. أن مستجدات الدستور 2011 أعطى الجماعات الترابية بطبيعة الحال مكانة هامة في تسيير الشأن المحلي والترابي. من خلال مقارنة الدستور 2011 بطبيعة الحال والدستور الأخير ما قبل 2011 هو الدستور 1996 يتضح جليا أن المشرع الدستوري المغربي أعطى مكانة لهذه الجماعة الترابية من خلال النصوص المتعلقة بالجماعة الترابية تقريبا في دستور 1993 كاين تقريبا 6 فصول، وإلا جينا نحسبوا الفصول فإن دستور 2011 أعطى واحد الباب كامل هو الباب التاسع وأعطى 20 فصل يهتموا بالجماعة الترابية. وباعتبار أن نحن رؤساء نمارس على أرض الواقع عندنا اشكالات وكراهات يعني تعطالي طريقنا في التدبير وفي التنزيل على ارض الواقع للبرامج ديالنا والمشاريع والبرامج اللي بغينا ننزلوهم على ارض الواقع. اذا في هذا السياق تثار يعني كثيرا الفعل التنموي للجماعات بالنسبه لهذه الفعاليه، بالنسبه للفعاليه اللي ديال الجامعات يعني اللي كتبقى رهينه بتحقيق الاهداف ديال هذه الجامعات او الاهداف التي من اجلها تم تاسيس هذه الجامعات ولا هذه المؤسسات.
وكما نعرف جميعا ان الهدف الاساسي هو يعني تحقيق رهان التنميه، وهذا كان مدخل للكلمه الحسينه مسوى. الهدف الاساسي هو ربح رهان التنميه بالنسبه للجامعات الترابيه، ومن هنا يكمن الاهميه الكبرى لموضوع يعني اكراهات التدبير كمعيقات كمعيق من معيقات التنميه وربح رهان التنميه. دونك كيسيقولوا عام هو اللي غيلصق ما بين الجامعه والمصارف الخارجيه مثلا والجامعه الترابيه الاخرى مثلا بحال الجهه بحال المجلس الاقليمي المصارف الخارجيه. ملي تنديروا حنا برنامج عمل نقوم بمراسله جميع المصارف الخارجيه، ما كاينش اللي كيجيو. كتمشي غير للجهه تقول لها انت واش غتكون بشي برنامج ديال الطريق باش نلصقوا بيناتنا، تيقول لك انا براسي كنتسنى الاداره المركزيه تعطيني البرنامج ديال السنه الجايه. يعني باقا يعني تاع المركزيه راه باقا واخا الدوله تتحاول بالتدريج باش دير لنا ان تمركز واعر. السير الاداري خصنا نختار بعض المصادر، وفي نفس الوقت ما خصناش نخسر او نخسر الخطر لهذوك اللي صوتوا عليا ولا هذوك الاعضاء. ابسط مثال جات الجامعه تتوفر على لومبينونس، لومبينونس عنده قرار جبائي يعني الاتحاد خصها تخلص، لان ماشي ديال الرئيس هو غير عاس عليها يعني غير بالفلوس ديال الدوله، ولكن الساكنه ما تعرفوش هذا الشيء. المنتخبات تكون عندها استقلاليه يعني. بمعنى اخر ان التوجه النظري هو ان هذه المؤسسات المنتخبه تحيد من ذاك المشكل اللي كان عائق وهو لا مركزيه. وسمعنا التنزيل ديال الجهويه الموسعه وسمعنا واحد عدد الامور. جات القوانين التنظيميه متسلسله 111 112 113 فيها اختصاصات كذلك يمكن نقولها انها متسلسله. اختصاصات ذاتية، اختصاصات مشتركة، اختصاصات منقولة ديال الجامعات ماشي هي ديال المجلس الإقليمي ماشي هي ديال الجهة. وجات المراسيم المنظمة لبرنامج العمل الجامعة وبرنامج التنمية الجهة وبرنامج التنمية الإقليمي كذلك متسلسلة 299 300 301 وكتهضر على مجموعة من المبادئ الالتقائية إلى آخره والتكامل بين هذه البرامج. اثناء الاشتغال نحن كرؤساء الجامعات عانينا الامرين في هذه المساله كما قال السي مبارك زميل السي مبارك رئيس الجامعه السي مبارك، المساله الالتقائيه ومساله يعني تستخلص او تجيب البرامج باقي القطاعات يستحيل. الشيء الذي جعل كل جامعه وجامعه كدير البرنامج ديالها على حسب التطلعات وعلى حسب الحاجيات. في الضفه الشرقيه ديال الاقليم وهي من اقدم الجامعات اللي تاسست في الخمسينيات من القرن الماضي، وتفرعت عليها جامعات اربع جامعات اخرى اللي هي النابور وجامعه بطرش وجامعه تبدر وجامعه انفه. التدبير اليومي صعب للجامعه الترابيه. لماذا صعب؟ لعده اسباب. اولا اختصاصات كبيره ومتعدده لكن الامكانيات قليله ومتواضعه. من غير الامكانيات كاين الاشكال ديال فريق العمل. فريق العمل سواء المنتخبون او الفريق العمل الاداري. كتعرفوا جميعا احنا في الواقع احنا في الاقليم ديالنا وفي البلاد ديالنا نشوفوا واحد العدد ديال المنتخبون مثلا بدون تكوين وبدون يعني تكوين سياسي اولا وبدون تكوين كذلك في هذا المجال ديال التسيير، وبالتالي هذا كيخلق اشكال في التدبير اليومي ديال الجامعه الترابيه. كذلك كما قلنا هذا كيشكل اشكال، الا ما كانش التكوين كيشكل المشكل العويص اللي هو التفاعل مع الساكنه اليومي. الا ما كانش هذاك التكوين وهذاك النظر والتكوين السياسي والاحتكاك كيخلق مشاكل كذلك مع الساكنة للجامعة مطالبة بالتفاعل الإيجابي والتفاهم ديال المتطلبات والتطلعات ديال الساكنة.